بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة أستاذي الجليل سيدي مصطفى بن حمزة الذي أشرف بحضوره بحضور معي في هذا اللقاء حاضرا ليستمع إلى تلميذ من تلاميذه في موضوع كان له سبق في الكتابة فيه وهو رائد فيه. وشكرا للسادة الحاضرين الزملاء الأساتذة من شعب الدراسات الإسلامية أيضا على حضورهم في هذه الجلسة. شكر كذلك للحاضرين من السادة المرشدين والخطباء والوعاظ. يسعدني أن أتناول هذا الموضوع الذي له راهنيته وله حضوره أيضا في الساحة الدينية ويحتاج إلى أن يتناول من جوانب مختلفة، وأنا اخترت أن أتناوله من جانب واحد راه مهما وهو الآثار الاجتماعي له في الجانب الأمني والاستقرار. العنوان الذي اخترته للموضوع كما سمعتم اعتبار الحال والمآل في الإفتاء وأثره في استتباب الأمن الاجتماعي. تحدث عنه إن شاء الله تعالى في حدود ما يسمح به الوقت انطلاقا من العناصر الآتية. العنصر الأول اعتبار الفتوى عند أربابها صنعة أو صناعة. ثانيا تعامل المفتي مع السؤال شكلا ومضمونا ومع السائل الذي هو المستفتي، المستفتي الذي قد يكون شخصا قد يكون جماعة قد يكون مجتمعا. الثالث العنصر الثالث الضوابط المعتبرة في تحقيق المناط الخاص للحكم. ثم العنصر الرابع الأخير الالتزام المذهبي وأثره في استقرار الأوضاع وتحقيق الأمن الاجتماعي. وهذه المحاور روعي فيها التدرج الذي يسلكه المفتي والخطوات والمراحل التي يمر بها منذ تلقيه السؤال إلى أن يربط الحكم به بعد تحديد محله وتحقيق مناطه. المحور الأول الفتوى صناعة أو صنعة. موادها الأولية بالنسبة للفقيه المقلد الذي يتحدث عنه في هذا الموضوع، موادها الأولية هي الفروع الفقهية وأحوال النازلة وظروفها ومآلاتها. فبحسن استعماله لهذه المواد يصنع الفتية المحققة لمقصدها الشرعي. وبما أن الفتية صناعة فإنها لا يكتفى فيها فقط بفهم الأحكام أحكام الفروع واستيعابها، بل لا بد من معرفة طريقة تنزيل هذه الأحكام على محلها. ومعرفة هذه الطريقة يتوقف على أمرين اثنين أساسين. الأمر الأول فهم منهج الفقهاء النوازليين في تنزيل الأحكام على محلها، وذلك من خلال النظر في كتب النوازل باستمرار وفي كتب الأحكام أيضا، ثم التمرن على إعمال هذه الطريقة وضوابطها في تحقيق المناط الخاص في النازلة وتحديد الحكم المناسب له. وإطلاق اسم الصنعة الفتية هذا ليس إطلاقا حديثا ولا تسمية جديدة، هذا إطلاق قديم أطلقه كثير من النوازليين، منهم من استعمل الكلمة بعبارة الصنعة ومنهم من عبر عنها بلفظ الخبرة ومنهم من استعمل التجربة ومنهم من مثل لها بحرفة معينة تمارس في المجتمع لها قوانينها ولها موادها الأولية.
يقول ابن سهل وهو يتحدث عن شيخه أبي عبد الله بن عتاب: كثير ما سمعت شيخنا يقول الفتيا صناعة، الفتيا صناعة. ويقول أبو صالح أيوب بن سليمان الأندلسي شيوخ بن سهل: الفتيا دربة. ويقول ابن سهل وهو يتحدث عن الفتوى على أنها تجربة، والتجربة أصل في كل فن ومعنى مفتقر إليه في كل علم. أما ابن رشد الحفيد فقد اختار أن يمثل لها بمثال من الحرف التي كانت متداولة ومعروفة في عهده، مثل لصناعة الفتوى بالخفاف الذي يبيع الخف أو الذي يصنع الخف. وهو يقول إن الفقيه إذا كان يحفظ فقط الأقوال ويستوعبها ولا يدرك طرق التنزيل على وقائعها فهو مثل الخفاف الذي يبيع الخف فقط. هذا الخفاف الذي له خفاف كثيرة قد يأتيه شخص له قدم معينة لا يجد في خفافه ما يناسب قدمه، فيقول هذا ليس هو الخفاف الحق، الخفاف هو الذي يصنع الخف، وهو الذي حينما يأتي شخص يصنع الخف على مقياس قدمه كيفما كان هذا القدم. قال هذا هو مثل الفقيه الذي يعنى بالفروع باستيعابها وبحفظها ولا ينظر في طرق تنزيلها ولا يمارس هذه الطرق في تنزيل الأحكام، فمثله مثل الذي يبيع الخفاف. أما الذي يمارس هذه الآليات في تنزيل الأحكام ويتدرب عليها ويتمرن فمثله مثل الصانع، صانع الخف أو الخفاف الذي كلما جاءه شخص يطلب فتوى يجد القول المناسب له كما يجد الصانع الخف الخف المناسب لأي شخص يأتيه ليشتري منه الخف. إذن فالفتوى صناعة تحتاج إلى دربة وتحتاج إلى خبرة وتجربة وممارسة، والذي لا يعرف هذه الآليات في فهم الحكم وفي تنزيله فقد يسيء أكثر مما يحسن في ممارسته للإفتاء. فهو مثل الشخص الذي يشتغل بالحديث ولا ينظر في الرواة ولا يستعمل حسه النقدي في التعامل معهم، فهذا شخص كما يقول المحدثون قد يتبرك به ويلتمس منه الدعاء ولكن لا يؤخذ عنه الحديث. كذلك هذا الشخص الذي لا يتقن هذه الطرق في الإفتاء أيضا قد يلتمس منه الحديث، قد يؤخذ منه الفقه إذا كان يستوعب الفروع ويعرف الأدلة، قد يؤخذ منه الفقه، ولكن إذا لم يكن خبيرا بطرق تنزيلها فلا يؤخذ منه الإفتاء، يؤخذ منه الفقه ولكن لا يستفتاء. هذا هو المحور الأول أو العنصر الأول التقديمي الذي أردت أن أبينه. ثم العنصر الثاني: كيف يتعامل المفتي مع السؤال ومع المستفتي؟ فهم السؤال لا يكفي فيه فهم لغته وعباراته، بل لا بد من تجاوز ذلك إلى فهم مراد السائل والباعث له على السؤال، ذلك لأن السائل قد لا يحسن طرح السؤال، قد تغيب عنه بعض العناصر في السؤال وقد يغيبها عمدا، فقد كثير ما يقع السؤال في مجال الإرث فيذكر السائل بعض الورثة ويترك الآخرين، قد يتركهم عمدا وقد يتركهم جهل ليوجه المفتي، قد يكون عارفا بالحكم ويسأل فقط ليتأكد
من صحته. قد يسأل قصد معرفة الحكم فقط، وقد يسأل من أجل معرفة الحكم وتطبيقه، قد يسأل قبل حدوث النازلة وقد يسأل بعد حدوثها، والجواب يختلف، لأنه حينما تقع فإن المنهج يقتضي حينئذ تفحص أحوال هذا المستفتي وظروف نازلة، بخلاف ما إذا سأل عنها قبل أن تقع له. قد يسأل عن الحكم ليواجه بها خصمه أو خصومه، ثم إن النازلة قد يسأل عن حكمها وتكون نازلة تخصه هو، أي قد تكون النازلة شخصية، فهذا لها منهجها في الجواب، وقد تكون القضية مرتبطة بفئة أو بمجتمع أو بالشأن العام، فلها أيضا منهجها وطرقها في الإجابة. قد يكون السؤال عن القضية في الأحوال العادية، ولكن قد يكون أيضا في الأحوال الطارئة الاستثنائية، والجواب يختلف. وقد يسأل مثلا عن حكم، قد يسأل الشخص عن حكم صلاة التراويح مثلا في المسجد وصلاة الجماعة والجمعة في الظروف العادية، وقد يسأل في الظروف الطارئة الاستثنائية في زمن الحجر الصحي بسبب انتشار الوباء، فالحكم يختلف بين تنزيله في الأحوال العادية وتنزيله في الحالة حالة الطارئة بسبب الحروب أو الوباء أو المجاعة أو الاضطرابات السياسية، فالحكم يختلف، لأن في حالة الطوارئ هناك منهج آخر في التعامل مع السؤال وفي الإجابة عنه، ويدخل ضمن فقه الطوارئ. هذا مصطلح أصبح شائعا الآن، كان هناك فقه الجوائح، لكن هذا المصطلح فقه الطوارئ أكثر استيعابا للموضوع، فلذلك بدأ استعماله وبدأ في كعناوين لكتب، وأنا قد أشرفت عن أطروحة بعنوان فقه الطوارئ. وفي الصيف الماضي عقد مؤتمر في السعودية بتنظيم رابطة العالم الإسلامي أيضا بعنوان فقه الطوارئ، فهذا المستوى جدير بالبحث وجدير بأن تجمع له شروطه وأحكامه التي تخص الأحكام الطوارئ، أحكام الفقه هي الخاصة بأحوال الطوارئ. والمفتي يحتاج أحيانا من أجل فهم السؤال أن يستعين بخبراء ومتخصصين لهم خبرة ومعرفة أوسع بموضوع السؤال، مثل الأطباء مثلا في القضايا التي ترتبط بالصحة، فلا مناص له من أن يسأل الطبيب المختص قبل أن يفتي. ولذلك الفقهاء القديم كانوا يحيلون على كثير من الفئات وكثير من الأشخاص الذين لهم معرفة بالموضوع، حينما يخص الموضوع المجال الصحي يحيلون على الأطباء، وحينما يكون خاصا بالنساء يحيلون على النساء، فيقولون الحكم في هذا الموضوع النساء في الأحوال التي تخصهن. إن فلا بد إذن من فهم السؤال وفهم قصد السائل منه قبل الجواب، فإذا لم يكن السؤال واضحا فلا شك أن الفتوى لا تصادف محلها. مثال بسيط لسائل يسأل وكما ذكرت وقد لا يعرف، يسأل ولكن قد يجهل طرح السؤال، وقد يسأل عن شيء ولكنه يريد شيئا آخر. مثلا قد يسأل الإنسان سؤالا بسيطا أنه صلى بثوب نجس، سأل المفتي، فالمتسرع يجيبه بأن صلاتك باطلة وينتهي الأمر، لكن المفتي الذي يستفسر المستفتي وواجب عليه أن يفعل يسأله عن هذه النجاسة التي صلى بها في ثوبه، هل صلى
وهو متذكرا أو ناسيا، هل تذكر في الصلاة أو بعد الصلاة، هل تذكر في الوقت أو بعد الوقت، هل له ثوب آخر غير الثوب النجس الذي صلى فيه أو به أو ليس له إلا ذلك ثوب. فبناء على استفساره يحدد المناط الصحيح الذي يرتبط به الحكم. المحور الثالث، الأصول والضوابط المعتبرة في التنزيل والعوامل التي ترعى لتشخيص النازلة حالا وما أهلا. وهذا العنوان يتضمن عنصرين، العنصر الأول الأصول والضوابط المعتبرة في تنزيل الحكم بعد تحديد مناطه الخاص، ثم العوامل المعتبرة في تحقيق المناط الخاص في القضية المراد معرفة حكمها. من المعلوم أن الحكم الشرعي يمر بمرحلتين قبل التنزيل، هي المرحلة مرحلة الفهم، مرحلة الاستنباط. هذه المرحلة تقتضي جملة من الآليات وجملة من الضوابط، وهي ضوابط وشروط الاجتهاد حينما يتعامل الفقيه مع النص مباشرة، فله ضوابط يجب أن يتقيد بها وأن يستعمل، وهي ضوابط صارمة. ثم المرحلة الثانية بعد استنباط الحكم ووضوحه تأتي المرحلة الثانية، مرحلة التنزيل، وهي تحتاج كذلك إلى جملة من الضوابط والقواعد. هذه الضوابط هي ضوابط كثيرة وتتسم بنوع من المرونة أكثر من ضوابط الاجتهاد البياني التي تتسم بصرامة أكثر. هذه الضوابط في التنزيل هي ضوابط كثيرة تحدث عنها الفقهاء وتحدث عنها الأصوليون أيضا في المجال في الأدلة المختلف فيها، ولكن في مجال التوظيف في مجال التطبيق كل الفقهاء يستعملونها، وهي المصلحة والاستحسان والاستصحاب والعرف والذريعة والمخارج وما إلى ذلك من الضوابط المعروفة في هذا الباب. والفقه المالكي يتميز عن بقية المذاهب الأخرى بكثرة هذه الأصول في التنزيل، ولذلك فإن أهم خاصية يتميز بها المذهب المالكي هي الواقعية والمآلية، أي النظر في الواقع والنظر في المآلي معا. وقد يتوهم البعض أن المنصوص عليه في الأحكام من الأحكام في كتب التراث لا يكفي، لا يفيد في الإجابة عن كثير من القضايا الراهنة، لكن الممارس لعملية التنزيل يلحظ أن الفقه المنصوص الأقوال المنصوص عليها في كتبنا وتعلق الأمر بكتب النظر وبكتب النوازل يجيب عن كثير من الأسئلة الراهنة، ذلك لأن الفقه الذي نجده في كتب النوازل وفقه معلل يمكن أن نأخذه ونقيس عليه وأن ننزله على كثير من القضايا والنوازل الجديدة. كثير من القضايا العصر أجاب عنها الفقه المنصوص، الفقه الموروث كما المنصوص عليه في المدونات الفقهية. ولذلك نحن نحتاج إلى هذه الضوابط الآن أكثر مما نحتاج إلى ضوابط فهم النص الشرعي، أي التعامل مع الفقه نحتاج فيه ضوابط أكثر مما نحتاج ضوابط الفهم المباشر من النص القرآني أو الحديثي، ذلك بأن معظم المشتغلين هم يصنفون رضوا أو لم يرضوا مع المقلدين، فلا مناص لهم من التعامل مباشرة مع هذه الكتب الفقهية من كتب النظر ومن كتب النوازل. فحينما
نتقن هذه الضوابط فلا شك أننا سنحسن التنزيل وسنجد في كتب التراث الفقهي ما يسعفنا للإجابة عن كثير من الأسئلة الجديدة. أنا بحكم اشتغالي في اللجنة المالية للتشاركية كثير ما أقرأ قانون الالتزامات والعقود، فلا أجد ما يخالف الفقه المالكي إلا في أبواب وفي فصول قليلة، ذلك بأن معظم مواد هذا القانون مأخوذة من الفقه المالكي، فلذلك الاحتكاك بين الفقه والقانون لا يقع إلا في أمور كثيرة خصوصا في المسائل الإجرائية، أما في الأحكام وفي المواد فهناك تطابق إلا في مواد كما ذكرت نادرة. العوامل المعتبرة في تشخيص النازلة حالا ومآلا. من العوامل المعتبرة في مراعاة الحال الذي هو الواقع، الواقع السؤال وقع النازلة وظروفها وملابساتها ومآلها، من العوامل التي يجب مراعاتها والتي كان الفقهاء النوازليون يلتفتون إليها ويراعونها كثيرا، العرف السائد في البلد، سواء تعلق الأمر بعرف التخاطب أو عرف في الممارسة العملية، فإذا كان الحكم منوطا بعرف معين ثم تغير ذلك العرف فإن الحكم يتغير، كما يقول الإمام القرافي: إن استمرار الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة بالدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه بتغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة. ومن قواعد الفقهاء في هذا الباب المعروف عرفا كالمشروط شرطا، العادة محكمة، الحكم المبني على العرف يتغير بتغيره. ثم مراعاة المكان ومراعاة محل المستفتي، لأن الفتوى مثلا في البلدان غير الإسلامية ليست كالفتوى في البلدان الإسلامية. ثم مراعاة مذهب السائل والمذهب أيضا المنتشر السائد في البلد، فلا يفتى بغير المذهب المالكي مثلا في البلاد البلدان التي ينتشر فيها هذا المذهب الذي يتبع أهله هذا المذهب، لأن ذلك يؤدي إلى فوضى في التدين وفي ممارسة الشعائر ويوقع الناس في حيرة ويخل بالأمن الاجتماعي. ثم مراعاة حال المستفتي، إذا كانت الفتية على كل حال فرضية تخصه شخصيا، مثل يعني هل يناسبه حكم العزيمة أو حكم الرخصة، وهل يسأل عن حكم النازلة ليقدم أو يحجم عنها أو يسأل حكمها إلى آخره، كما ذكرته في المحور أو في العنصر الثاني. ثم استحضار القرائن والشبه والتهم أيضا في النوازل التي يرى فيها المفتي بأنها قد تستغل لإباحة ما هو ممنوع أو منع ما هو جائز ومشروع. المذهب المالكي يراعي هذه القرائن، يراعي التهم والشبه، ولا يتهم الناس، ولكن حتى لا تنطلي على المفتي حيل الناس وطرقهم في التعامل. ومن أمثلة ذلك مثلا إعمال التهمة في مجال الطلاق في حال المرض المخوف، فالطلاق في المرض المخوف وواقع، لكن لا تترتب عليه آثاره للتهمة، لأن الشخص في هذه الحال متهم لأنه يطلق وهو مريض مرض الموت، وهذا الطلاق ليس طلاقا عاديا، فلذلك عليه علامة الاستفهام، قد يطلق من أجل فقط حرمان الزوجة من الإرث، فلذلك الفقهاء يقرون بهذا الطلاق وهو طلاق واقع، ولكن المرأة ترثه ولو خرجت من العدة ولو صارت بائن، بل ولو تزوجت زوجا آخر فتوفي الأول بمرضه فترثه لهذه التهمة، وهي تهمة
قوية، لأن الناس لا يطلقون في مثل هذه الظروف الاستثنائية الزواج أيضا في حال المرض المخوف أيضا عند المالكية، أيضا ليس كالزواج في الظرف العادي لأنه يتهم بإدخال وارث جديد على الورثة ليضايقهم. فلذلك الفقيه النوازلي يستحضر هذه التهمة ويلتفت إليها في الفتوى. ثم التبرع مثلا في حال المرض المخوف، الفقهاء يحملون هذا التبرع أيضا على أنه وصية يخرج فقط هذا التبرع من الثلث إلا إذا وافق الورثة على الزائد على الثلث. ونجد الفقهاء المالكي يتحدثون عن هذه الفروع التي تحضر فيها التهمة بقوة، نجد ذلك جليا في باب العينة وفي بيوع الأجال. بيوع الأجال عند المالكية وهي بيوع ظاهرها الجواز ولكنها يتذرع بها إلى ما لا يجوز، ومن يقرأ باب بيوع الأجال والذرائع الربا ويلحظ أن هذه البيوع صحيحة من حيث الظاهر تتوافر فيها شروط وظاهرة، لكنها من حيث المآل تفضي إلى ما هو ممنوع، فلذلك سميت بذرائع الربوية. ثم من ذلك أيضا مما روعي فيه التهمة والشبهة اليمين، إيجاب اليمين على بعض الصلحاء في المجتمع حينما يدعي عليهم بعض الفجار أن لهم عليهم دينا. فالمذهب المالكي يشترط في إيجاب اليمين على المدعى عليه في حال عجز المدعى عن الإتيان ببينة، ومقتضى القاعدة الشرعية اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن الفقهاء المالكي قالوا لا يجب عليه تجب عليه اليمين إلا إذا أثبت المدعي الخلطة أن يكون هناك تعامل سابق بيعا وشراء قرضا وإقراضا. ولأن هؤلاء الصلحاء يستنكفون يمتنعون عن الحلف عن اليمين، قد يؤدون ما يطلب منه ويدعى عليهم من الدين ولا يحلفون، يعني يستعظمون الحلف. فلذلك دفع لا يستغل من قبل هؤلاء، قرر الفقه المالكي اشتراط إثبات التعامل مسبق بين المدعي والمدعى عليه. وهذا كله يدل على أن من يشتغل بالفتوى يجب أن يكون عارفا بأحوال الناس وبأوضاعهم وحيلهم وأعرافه. ثم بعد مراعاة الحال لا بد أيضا من مراعاة المآل، والمآل يتمثل في التداعيات والعواقب والآثار التي تفضي إليها الفتوى أو الحكم الفتوى. فقد يكون الشيء مشروعا باعتبار الحال لكنه ممنوع باعتبار المآل، فيعطى حكم المآل في المنع بناء على قاعدة سد الذرائع والاحتياط. ومراعاة المآل في الفتوى من منهج الإمام مالك رضي الله عنه هو أصل من أصوله، وقد ذكر ابن العربي كثير من الفتاوى التي راعى فيها الإمام مالك المآل، وكان يقول في كتابه القبس حينما يعرض بعض هذه الفتاوى التي راعى فيها الإمام مالك المآل، كان يقول: ومالك إنما نظر إلى المآل فركب عليه حكم الحال، فركب عليه حكم الحال. ويقول الإمام الشاطبي في وصف المفتي الجدير بالحكمة وبالرسوخ في العلم: هو الذي ينظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات، والذي لا ينظر في المآل قد يفسد بفتواه من حيث يريد أن يصلح. من أمثلة ذلك مثلا لما يساق في مراعاة المآل أن أحد الأمراء سأل فقيها: هل يجوز له أن يدخل مع نسائه الحمام؟ فأجابه متسرعا: نعم، هؤلاء زوجاتك يعني لا إشكال. وسأل فقيها آخر فأفتاه بالمنع، قال له: لا يجوز لك أن تدخل مع نسائك إلى الحمام.
وسأله عن سبب المنع، فقال أنت تنظر، لكن قال المرأة للمرأة أجنبية، المرأة أجنبية بالنسبة للمرأة، فإذا كان يجوز لك أن تنظر إلى عورات زوجاتك فلا يجوز لإحداهن أن تنظر إلى عورات الأخرى، فمنعه. فالأول تسرع لم ينظر إلى المآل، والثاني راعى المآل فأفتى فتوى صحيحة. بيع المضغوط عند المالكية أيضا في المشهور من المذهب أنه لا يجوز أن تشتري من شخص مضغوط أكره على البيع لسبب دين تراكم عليه وهو مهدد بالسجن أو بالإفلاس، فلا يشترى منه، لأن العقد الأساس فيه الرضا ومفقود هنا في عقد المضغوط. لكن المتأخرين من المالكية راعوا مآل هذا المضغوط إذا لم يشتري منه أحد وهو مهدد بالسجن، فلا شك أن مآله السجن إن لم يشتري منه أحد، فلذلك قال يشترى منه، بل بعضهم قال يستحب أن يشترى منه حتى لا يقع في هذا المآل أن يسجن بسبب الدين الذي عليه ولم يجد من يشتري منه متاعا يبيعه ليسدد هذا الدين. فالمفتي إن المفتي إذا لم يحسن قراءة الحال الذي هو واقع السؤال ولم يحسن قراءة المآل، فلا شك أنه قد يفتي بفتوى قد تفسد أكثر مما تصلح، بل إن التسرع في الفتوى وعدم مراعاة الحال والمآل قد يفوت مصلحة كبرى على الجماعة بل على الأمة أحيانا. فأذكر كتب النوازل أن أحد فقهاء قازان عاصمة تتارستان المعروف، فإنه سأله أحد ملوك روسيا أراد أن يسلم، أعجب قرأ الأديان وعجب بالإسلام أراد أن يعتنق الإسلام، وسأل هذا الفقيه القازاني قال أنا أعتنق الإسلام بشرط واحد وهو ألا أتنازل عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، إن بلدنا فيه برودة شديدة فهذه المواد تساعد على التدفئة، فهل يمكن أن أدخل في الإسلام ولكن بشرط أن أبقى أكل المستهلك للحم الخنزير والخمر؟ فهذا الفقيه القازاني رفض، قال لا يجوز لك أن تفعل، و انصرف واعتنق المسيحية الديانة الكاثوليكية. فهذا الفقيه القازاني فوت مصلحة كبيرة على الأمة كلها، فوت فرصة انضمام جمهورية روسيا كلها بهذه الفتوى التي لم يراعي فيها المآل ولم يعتمد فيه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم جاء شخص يسأله يبايعه على فقط على أن ينفذ يعني أحكام الإسلام باستثناء الجهاد والصدقة، على أن لا يتصدق يعني يخرج الزكاة وأن لا يجاهد معه. فالرسول صلى الله عليه وسلم رفض وقال لماذا على ما لا تبايعني إذا لم تبايعني على الجهاد وعلى الصدقة؟ لكن لما جاء وفد ثقيف يعني اشترط نفس الشرط يعني أن يسلم، ولكن بشرط أن لا يخرج الصدقة وأن لا يخرج معه في الجهاد، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذا أسلموا فسيتصدقون وسيجاهدون. فهذه هذا المآل لم يراعيه هذا الفقيه القزاني، فوت على الأمة هذه المصلحة الكبرى، مصلحة انضمام جمهورية كبرى إلى الجمهوريات الإسلامية التي كانت تكون قديما ما يسمى الاتحاد السوفيتي. نقارن هذا الفتوى، فتوى هذا الفقيه المتفقه القازاني بفتوى أخرى وقعت للسلطان تتري حينما أعجب بزوجة أبيه الذي توفى عنها، الزوجة توفي أبوه عن زوجة وضمها إليه وأراد أن يتزوجها، فسأل وكان قد اعتنق الإسلام، كان يحكم العراق والشام، من أن كان له بسطة السيطرة على أجزاء كثيرة من العالم الإسلام. سأل أحد الفقهاء
هل يجوز له أن يتزوج زوجة أبيه؟ فأجابه بالمنع، تسرع وأعطاه آية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ولكن سأل فقيه آخر، هذا الفقيه الثاني انتبه إلى كون هذا الشخص هو حديث العهد بالإسلام، ثم وجد له مخرجا وهو مخرج شرعي وصحيح، فقال: إن أباك كان في زواجه بهذه المرأة، يعني كان أبوك كان وثنيا وعقده غير صحيح، من أن ليست زوجة له من الناحية الشرعية، فيجوز لك أن تتزوجها، وتزوجها، وبهذه الفتوى يعني حل هذا المشكل. هذا التطهير ربما قد يفكر في 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 الرجوع لاعتناقه الإسلام حينما يرفض أن يفتى له بأن يتزوج هذه المرأة التي اقترن بها وأحبها وأعجب بها. في الذي يفتي بالمنع أفتى بالمنع لم يفهم الحال ولا المأحل، لم يفهم الحال. السؤال إن هذه الزوجة توفي عنها رجل وهو وثني وهو ليس زواجا شرعيا، ولم يفهم المآل بأن هذا السلطان التتري حديث العهد بالإسلام يمكن أن يتأثر وأن يتراجع وأن يرتد إذا لم يفتى له بالجواز. المحور الرابع الأخير: الالتزام المذهبي وأثره على استقرار الأوضاع وتحقيق الأمن الاجتماعي. الفتوى عند النوازليين المالكية هي وسيلة للإصلاح والتربية والوحدة والاستقرار الذي ينتج عنه ضبط التدين وحماية الأمن الروحي للأمة. ومن أجل تحقيق هذه الغاية النبيلة المقصودة للشرع، حرص المفتون المالكية على التزام مذهب إمام الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه أصولا وفروعا. كانوا لا يخرجون عنه إلا في حالات نادرة وبضوابط معينة تتضمن أو تضمن الانسجام بين الأصول والقواعد المقررة في المذهب المالكي والأصل الذي يخرجون إليه. فبالرغم من أن كثير منهم كانت لهم اجتهادات واختيارات خاصة انتهوا إليها بإعمال الأصول المذهب وقواعده في الاجتهاد والترجيح، فإنهم في مجال الفتوى الشأن العامي كانوا يلتزمون بالمذهب، لا يخرجون عنه، لا يفتون بغير المشهور وما جرى به العمل، حفاظا على الوحدة المذهبية المفضية إلى الاستقرار. حينما نقرأ لكثير من المجتهدين الكبار داخل المذهب أمثال ابن رشد الجد وابن العربي والشاطبي والمازري ونظرائهم ممن كانوا مجتهدين داخل المذهب، كانوا يلتزمون روايات وأقوال المذهب في التنزيل بالرغم من ما كانت لهم من الاجتهادات والاختيارات والآراء الخاصة، وكانوا حريصين على تحقيق الوحدة في مجال التدين في مجال ممارسة الشعائر، وصاروا في ذلك في اتجاهين، أي من حيث الوسائل الغاية واحدة والحفاظ على الوحدة المذهبية المفضية إلى الوحدة على مستوى ممارسة الشعائر وعلى مستوى التدين، لكن الوسائل السالكة إلى هذه الغاية كانت محل خلاف بينهما، وكانوا في ذلك على اتجاهين. الأول اتجاه الأول يرى أصحابه أن الحفاظ على مستوى التدين في المجتمع وتحقيق الوحدة في المعاملات وممارسة الشعائر يقتضي إلزام الناس بالأخذ بالمشهور من أقوال المذهب دون سواه. والاتجاه الثاني يرى سالكه أن تحقيق تلك الغايات تحتاج إلى إعمال مختلف الروايات والأقوال سواء كانت مشهورة أو غير مشهورة وضعيفة تيسيرا على الناس. وبمن يمثلون هذا الاتجاه، من يمثلون الاتجاه الأول الإمام المازري وبعض النوازليين المغاربة الذين صاروا على منهجه. يقول الإمام المازري، اكتفي بذكر قوله لأن كثير ممن جاءوا بعده يرددون قوله ممن تبنوا هذا الاتجاه،
ولا أفتي، يقول الإمام المازري، ولا أفتي بغير المشهور، ولا أحمل الناس على غيره، ولا أحمل الناس على. وممن تبعه في ذلك من النوازلي المغاربة أبو الفضل قاسم العقباني يقول تعليقا على قول الإمام المازري في منع الفتوى بغير المشهور: إذا كان الإمام المازري وهو في طبقة الاجتهاد لا يخرج عن الفتيا بالمشهور ولا يرضى بحمل الناس، نتحدث عن الإفتاء العام، ولا يرضى بحمل الناس على خلافه، فكيف بمن يقصر عن تلامذته أن يحمل الناس على الشواذ؟ هذا لا ينبغي. كما تبعه أيضا عبد الله العبدوسي وابن مرزوق من فقهاء النوازيين المغاربة. أما الاتجاه الثاني فيمثله أساس الإمام الشاطبي، كذلك من تبعه كثير من النوازيليين الغالب، وهم كثر أكثر من الاتجاه الأول. يقول الإمام الشاطبي: والأولى عندي في كل نازلة يكون فيها لعلماء المذهب قولان، فيعمل الناس فيها على موافقة أحدهما. يعمل الناس، دخلوا لو يلتمس دائم الوحدة، إذا كان الناس يعملون به فهو يفتي به، فيعمل الناس فيها على موافقة أحدهما وإن كان مرجوحا في النظر، أي وإن كان قولا ضعيفا ألا يتعرض لهم، وربما يخالفني في ذلك بعض الشيوخ، يقصد الإمام المازري، ولكن ذلك لا يصدني عن القول به، ولي فيه أسوة، أي لو في قدوة. كثير من الناس من النوازيين الذين قبله وكانوا معاصرين له تبنوا هذا الاتجاه، واستعمال استدعاء جميع أقوال المذهب، لأن الأمر يتعلق بتأطير الشأن الديني بالفتوى وبالإصلاح وإيجاد المخارج لتصحيح معاملات الناس وعقودهم. فلذلك إذا جرى عمل بقول ولو كان في أصله ضعيف، لكن إذا تبناه فقيه وأجرى به العمل، فإن هذا القول هو المفتى به عند الإمام الشاطبي قبل غيره من الأقوال خلافا للإمام المازري. وقد تبع الإمام الشاطبي في هذا الاتجاه كثير من النوازيليين، في نوازل الوزاني. والحاصل أنه لا ينبغي التشويش على الناس بذكر تشهير المنع، حينما كان يتحدث عن يعني فتوى عبد الرحمن الحائك، يتحدث عن تعدد الجمعة في المصر الواحد، أن مشهور المذهب المالكي هو أن تقام الجمعة في مسجد واحد، لكن هذا الفقيه يقول إن العمل جرى بخلاف ذلك. فيقول: والحاصل أنه لا ينبغي التشويش على الناس بذكر تشهير المنع، أي منع تعدد الجمعة، فإن اختلاف العلماء والحمد لله رحمة، وأيضا والذي يهمنا نحن في المجال يعني ناحية المنهجية، وأيضا فإن العمل مقدم على المشهور إذا جرى بشروطه المعروفة. ومنهم أيضا ابن سراج في فتاويه والقصر في نوازله، يقول الإمام الوزاني في نوازله الكبرى: ولا شك أن الأحكام إنما تدور مع ما جرى به العمل لا مع غيره، وإن كان مشهورا قويا. ومبنى هذا الاتجاه الثاني أن وظيفة النوازلي أن ييسر على الناس وأن يبحث لهم عن مخارج شرعية لتصحيح معاملاتهم ولو بقول غير مشهور، بدل أن يخرج إلى مذاهب أخرى، وهو مسلك يبدو أنه راجحا. ذلك لأن الإمام المازري عندما تمسك بالمشهور كان ذلك من باب سد الذريعة، مخافة أن يتتبع الناس الرخص فيتحللوا من التكاليف الشرعية، خصوصا إذا تولى الإفتاء من ليسوا أهلا له، ممن لا يقدرون عواقبه ومآلاته. ويفهم هذا من كلامه رضي الله رحمة الله عليه، حيث يقول: وقد قل الورع، إن ويبرر يعني يعلل لماذا يجب الالتزام بالمشهور في الفتوى في تأطير الشأن العام. يقول: وقد قل الورع والتحفظ على الديانة، وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فيه بغير بصيرة،
ولو فتح لهم باب في مخالفة مشهور المذهب لاتسع الخرق على الراقع وهتك حجاب المذهب، وهذا من المفسدات التي لا خفاء فيها. فمعنى أن الأمر في سياسة شرعية، فمن باب سد الذريعة على أن لا حتى لا يتتبع الناس الرخاص، خصوصا وقد لاحظ أن الذين يتصدون للإفتاء كثير منهم ليسوا من أهلها، فلذلك من باب سد الذريعة التزم بالإفتاء العام بالاستناد فقط إلى المشهور الراجح من المذهب المالكي. وقد اتفق النوازليون من باب توحيد الإفتاء في الشأن العام لاستقرار الأوضاع وتحقيق الأمن الاجتماعي، اتفقوا على أن المفتي لا يذكر الخلاف للمستفتي، لا يذكر الخلاف للمستفتي حتى لا يوقعه في حيرة، بل ينبغي أن يرجح له هو ما يناسبه من الخلاف، ما يناسب حاله، ولا يدع له الاختيار، لأن المستفتي ليس له دراية بقواعد التعارض والترجيح ليختار بناء على العلم، ولذلك فإذا اختار فسيختار عن الهوى وعن التشهي ولا عن علم. هذا ما يقرره الإمام الشاطبي، وتبعه على ذلك ما ذكرت كثير من النوازي، حيث لا يذكر الخلاف للمستفتي حتى لا يوقعنا في هذه المآلات المشار إليه. وعجب الإمام الشاطبي أنه في مجال الإفتاء يصرح بأنه ملتزم بما جرى به العمل، وبأنه إذا لم يجد القول في المذهب لا يخرج إلى المذاهب الأخرى لأنه ليس أهلا لأن يفهمه. قال لا لا, لا أنا ولا من يعيشون في هذا العصر يستطيعون فهم المذاهب الأخرى بأصولها وبتفاصيلها وبجزئياتها، فلذلك لا يحسن الخروج إليها. كما يقول أنه إذا لم أجد قولا منصوصا عليه في المذهب لا أفتي، أتوقف، ومن الوقف من يقولون بالتوقيف الفتوى إذا لم يجد في الخلاف قولا راجح، فهو ينتظر من يرجح له ويشهر له. فالفتوى، لأن الإمام الشاطبي، وهذا غريب من أمري، حينما يتعلق الأمر بالتنظير في المقاصد كما نجده في الموافقات ونظير ويتحدث في دقائق الأمور من علم أصول الفقه واللغة ومقاصد الشريعة، لكن في مجال الفتوى كان يلتزم بالمقررات التي استقر عليها الأمر في المذهب المالكي، حفاظا على الوحدة المذهبية وحفاظا تبعا لذلك على الوحدة الاجتماعية، ودرءا للفوضى الذي قد تحدثه الأقوال حينما تأتي من مذاهب أخرى. لا شك أنها تحدث فوضى في المجتمع حينما يأتي شخص ويفتي مع أن الناس على قول مألوف لهم فيه سند ولهم فيه دليل شرعي وألفوه واتبعوه، يأتي شخص ويفتيهم بخلاف ذلك مدعي أن له سند أقوى ودليل أقوى، فلا شك أن هذا الفتوى يحدث به ضررا، يحدث به فتوى، يحدث به ضررا، يحدث به اضطرابا. قد يقول هذا يبدأ هذا الخلاف يعني في دائرة ضيق، ولكن قد يترار هذا الخلاف، قد ينمو ويصير إلى عداوات وإلى خلافات وإلى خصومات كبيرة. الخلاصة أن الفتوى حينما يراعى فيه الحال والمآل بالكفية المذكورة بإيجاز، وتراعى فيها ضوابط التنزيل المعتبرة في إطار الوحدة المذهبية التي تضمن الاستقرار وتبعد التشويش على الناس بذكر أقوال المذاهب الأخرى، قل حينما يراعى في الفتوى ذلك فستكون لا شك أداة للاستقرار ووسيلة للحفاظ على التدين الفردي والجماعي وحماية لأمن المجتمع. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.